السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شوف هذا الفيديو كما تشوفوا معي واحد الاخ اللي عنده سحر وهذا النوع السحر المقابر. ودابا هذا الفيديو درتو على اساس اللي عندهم الناس اللي عندهم نفس هذه الحاله. هذا كما تشوفوا غادي معهم السنطاق وغادي نعرفوا شنو عنده بالضبط. السلام عليكم. وعليكم السلام. غادي تطلع دابا عيشه تهضر معايا. شكون معايا؟ معك عيشه. علاش سكنتي؟ سكنتو عن حب. عن حب؟ آه. ولكن السبب علاش سكنتي في الأول كاع؟ علاش جيتو أنت وشامعروش؟ جينا بشيصاص الطاقة. طاقة واخا، أبار الطاقة عندو سحر ياك؟ آه. فين عندو سحر ديالو؟ عندو في الروضة المنسية، مقبرة في الشهداء. يعني دار لي هاد السحر بالليل. دار لي بالليل. انت خادمة وعاشقة دابا وانت غواصة. عاودي لينا القصة اللي مشيتي ديتي للبحر كان غيتلاح، شنو وقع؟ المهم داك الليلة جيشان دوك اللي غاش مشي معايا للبحر هو رفض ما باش. اني انا يلبس شو رفض ما باش. وكنتي قلتي لي غنتلاح. المهم هز البيكاره ديالو وخرج مع ديك 12 ديال الليل تقريبا وشد الطريق مشى ديريكت للمول. المول واخا هذوك الكلاب اللي خرجوا ليه، دوك الكلاب اللي خرجوا ليه شنو هما هذوك الكلاب؟ هذوك وأيدناه بجنود لم يروا. ما هذوك ياك يعني الله سبحانه وتعالى حافظه. هو محفوظ وخا كاع يطيح وخا هادي ياك واحد تيبقى محفوظ من عند الله. واخا بالنسبه لواحد النقطه اخرى، واحد النهار جا شي راقي هنا بدا تيضربو. وعلاش عائشه طلع شامهاروش نهضر معاه، طلع شامهارو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. علاش انت طلعتي وقلتي لي غنتلاح من مكاطريان؟ حيت شنقول لك داك الرقات اللي كيجيو ما ماش ما متمكنيش وداخلين هاد الميدان غير دابا كان تيضربك. كان باغي يضربني ولكن ما يقدرش عليا، حيت هو اصلا ما هي مبتدئه ماشي شي واحد اللي حرايفي ولا واخا نتايا اش من نوع ديال الجن؟ انا سبعانه وانا ملي كندخل التيران كنسمع شي يقولوا سبع من الله. من الله؟ آه. يعني كتخلعهم؟ كنخلعهم واخا هو راه صحشو انا واكل ليه كلينا ليه في صحشوشا ولكن ديري لي داك الماء باغا هو يسمح لنا من النور. ياه دابا نتوما واش مستعدين باش تمشيو ولا تبقاو؟ احنا غنخرجوا غير هو احنا مربوطين احنا مقيدين فهمتي؟ نتوما مقيدين بعقد. شحال من عقده فيه؟ عنده في يديه 8. 8 وفي الراس؟ في الراس 3. في الراس 3 يعني ديك العقد شحال من عقدة تفكت دابا؟ دابا 4. شحال باقيين؟ باقي انا شاد ليه في راسو غير شنضغط وشن. المهم بالنسبة لي انا ودي السي شمهاروش بالنسبة لي انت استعد للخروج، العقد غادي تفكوا بإذن الله. والسحر فين عنده؟ عندو في الروضة ديال مقبرة الشهداء. في الدات ديالو فين عندو السحر؟ في الدات ديالو عندو في هذا في المصران. عندو في المصران، باقي المصران هنايا ولا هنا؟ المصران هنايا. هنا المصران هنا يعني هنا باقي فيه السحر. اش من نوع السحر هنايا؟ شنو كتوكلو؟ السحر المأكول. تيفيق شبعان ما تيبغيش ياكل ولا تياكل؟ لا تيفيق شبعان. تيفيق شبعان. شكون اللي كيطيحو، انت ولا عيشة؟ انا لك عيشة اللي كطيحو من يديه ولاني انا كنحيد التركيز ما تيبقاش عندو. شكون اللي خرجو من الخدمة؟ انا اللي خرجتو من الخدمة. علاش خرجتيه؟ توارقة مساحياش. شنو معنيت مساحياش؟
تشوارقا تيأمنوا بداكشي ديال الشعوذة بزاف. ما بغيتيش يبقى خدم تما؟ خدم تما غير يزيد يتأذى، فهمتي؟ دابا غتخليه يصلي ويبرا ولا لا؟ ان شاء الله. المهم بالنسبه لي هشام هاروش دابا حنا تنتحد فيها محبيا، ان شاء الله غادي تخرجوا وهذا السحر ان شاء الله نبطلوه، يتبطل باذن الله وغادي يبرا. شنو كتقول في هادشي؟ ان شاء الله. ولاني اش نقول لك، باش يبرا خاص داك السحر المدفون، ما حد داك السحر المدفون باقي تما، واخا نخرجو حنا. المهم هذاك السحر المدفون ان شاء الله نحاولوا نخرجوه ويتبطل، وان شاء الله باذن الله باذن الله. السحر المدفون مدير لي على حساب صحته. اه فهمتك فهمتك فهمتك. شحال ديال المده دابا تقريبا؟ اش نقول لك، هو قديم داك السحر تما قديم. اه حيت دابا في جنب البحر، داك البرد اللي كيحس به هو داك البرد ديال البحر ماشي ديال. دابا وقت ما مشى هو لجيت وقت ما ايش؟ وقت ما كان طالع البحر راه هو طالع، وقت ما كان هابط راه هو هابط، واش فهمتيني؟ زعما الا كان هو طالع تتكون عيشه هايجه، ولا كان هو هابط تتكون عيشه كالمية، يعني فهمتي؟ يقدر كاع يكون جالس مع بان لهم تيقولوا لي حموده راه عادي بخير، ولكن هو راه مريض واخا جالس مريض هذا. دابا امتى تتبانو نتوما؟ بالليل امتى تتبانو نتوما؟ بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. هذه عيشه، هذه عيشه البحريه. غواصه غواصه مستعده هي تمشي. اه المهم ان شاء الله غادي نتعاونوا باش تمشيو حبيا ويتبطل هذا السحر اللي عنده هنايا. والعقد فين 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 كترقد ليها؟ فين كترقدي ليها انت يا عيشه؟ كنرقد ليه في التيهان شابة. شوف التيهان شابة هاكا. اه تتركدي تتخلي يدي بحال هاكا يدي. دابا وخلي نشوفو هكذا يقول هذا راه غادي يتنص عندنا، غادي يتنص، ولاني راه الصورة تتبين لكم كلشي. اه المهم كما تشوفوا تشوفوا السيد راه مريض، وهاد الحالة هادي كاين بزاف د الحالات، وانما هاد الحاله ربما عندها واحد شي حاجه جديده واللي سمعناه دابا، ونتمنى اللي عنده نفس الحاله. المهم راه غنخلي لكم الرقم، اللي عنده نفس الحاله يتصل مرحبا. القصه ديال الابن ديالي ملي طلع للسابعه صافي بدا تيدهور الولد، تيعرقوا لي رجليه تيعرقوا لي يديه، قال لك تطلع ليه الطياره في راسه، ما صافي ما بقاش مركز في القسم. وانا معاه 6 سنين، دوبل ليا في السابعه ودوبل في الثامنه ودوبل حتى في التاسعه، وما ما قبط والو. صافي ديتو للتكوين تيخرج، ديتو للعسكر خرج. المهم الولد غادي وتيفشل، غادي وتيفشل، غادي وتيفشل. 14 راقي اللي داز على ولدي ما خليت فين ديتو، ديتو للصحراء شرب دواء طبيب نفساني ديال الغازي ما خلينا، ولكن لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. تنطلبوا الله سبحانه وتعالى الشفاء. ودابا راه ملي تلاقيت مع هذا السيد راه هو اللي غايبين لي المرض ديالو، الله يجازيه بخير والله يرحم ليه الوالدين. ونطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يشافي الجميع، واللي عنده بحال هذه الحاله يتجه لهذه النمره، وراه ما غيكون على الخير ان شاء الله يا ربي. المهم الفرج راه قريب. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.